أول امبارح أنا سويت فيديو على وائل ونورس إنه تركوا بعض، ما صار لهم كان شهر مع بعض وتركوا بعض، ارتبطوا مع بعض بعدين تركوا بعض، بعدين رجع معاها وخطبها بعدين تركوا بعض، بعدين امبارح كمان سويت فيديو، ما سويت فيديو كامل، كان منشن من المنشنات ورجيتوني إنه رجعوا مع بعض. اليوم لقيت فيديو يا أخي اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، بس عن جد الموضوع بيضحك. اليوم في فيديو سويتولي عليه منشن إنه وائل طلق نورس، كمان مرة تركوا بعض. زي ما أنتوا شايفين هون حكى تم الطلاق وأنا حامل مسؤولية أفعالي، يعني وائل خلص أعلن عن الطلاق مع نورس بشكل رسمي، خلص تركوا بعض هلأ بشكل رسمي. هيك بتصير العلاقة لما تكون علاقة بثوث تيك توك، حبوا بعض ببثوث تيك توك، كل إشي موجود للناس، كل إشي مكشوف، ما في أي إشي خاص، ما في خصوصية، صفر خصوصية. المشاكل أونلاين، إن كان مخانقات، إن كان أشياء حب، I love you baby ومن هالكلام، كمان هاي أونلاين، كل إشي أونلاين. تعرفي شو؟ والله أنت اللي بقى لك ينقال لك أميرة. فعشان هيك لازم الواحد يكون في خصوصية إله بالعلاقة، ما بيصير كل إشي يطلع، لأنه الناس بحتصير تضحك عليك. أنا بعرف هذا الموضوع جدا صعب، الله يوفق وائل والله يوفق نورس بحياتهم، ما بتمنى لهم إلا كل خير، بس ما بيصير هيك تعمل، اتعلموا من هذا الشيء، والمرة الجاي يا وائل ولا نورس لا تطلعوا علاقتكم للكل، اطلع معها بثوث، بدك تطلع معها بثوث اطلع، بس ما تكون مشاكلكم باللايف وكل إشي بيصير باللايف، حتى الغزل. يا أخي بحبك، أنا دائما أقول I love you يا جماعة. هلأ خلينا نروح نشوف منشنات تانية. بدي أحكي إشي لأول مرة بحياتي هاي الفترة، والله ديش أبكي، بحس حالي إنساني سعيدة، فيش حدا عم يضايقني، فيش حدا عم يعطيني طاقات سلبية، فيش حدا عم يرميلي حكي، مش مضغوطة، مبسوطة لحالي، مش مشهورة، مش حاسي بالشهرة. هذا اللي كنت بدي أصله بيوم، إنه أحس حالي مش مشهورة، لأنه الشهرة كتير إشي صعب، فكنش تعملوا إشي، عم بسبح وماخدي راحتي ولبسي اللي بدي إياه وعم باكل بطيخ ومؤخرتي برا بالمشرمحين ولا حدا حكى إشي. مبسوطة ساهر، أنا إجيتك خلص، بكفي هلأ طاقة إيجابية، إجيتك أنا. خليني شوي أنتقد فيك، من زمان ما انتقدتك لأنك أنت عامل لي بلوك عندك، ما في حدا بيقدر يمنشني على فيديوهاتك، أنت إجيت بعدت لي وقتها مسج حكيت لي الناس مفكرين أنه نحن مرتبطين، الناس مفكرين أنه أنا وياك مرتبطين من كثر ما بيحطوا لك تاجات ومنشنات على فيديوهات التيك توك. ما في حد مفكر أنه إحنا مرتبطين، الناس بتمنشني على فيديوهاتك عشان أنتقدك يا ساهر. هو زي ما أنتوا شفتوا يعني بيوصف حاله كأنثى، أنا كتير مبسوطة، بيحكي انه هو مبسوطة، يعني هو انثى خلص من قلبه مصدق انه هو انثى. زمان عنك، زمان ما شفت لك اي فيديو، شكله الوضع رايح فيها، مبين من الكلمة اللي حكيتها، طالع بمؤخرتي الله يستر. بدي افوت عندك الحساب يا ساهر، خلص بكفيك طاقة ايجابية، خليني شوي انتقدك، اشوف شو قاعد بتنزل هاي الفترة. طيب منزل هذا الفيديو، شكله ارتبط مع واحد جديد، هو هيك كل فترة برتبط مع واحد ساهر، مبين هذا فوفو، شوفوا كيف ساهر أضخم منه. ساهر أمنيته يكون أنثى، بس اللي مرتبط معه فوفو، فوفو على الآخر، لدرجة أنه ساهر مبين هو الرجال بالعلاقة. من بعد ما ساهر سوى العملية وركب مخدات ورا، أنا لاحظت عليه أنه دائما بحب يورجي اللي ورا، يعني دائما بتمشى بيعطيكوا ظهره وهو قاعد بيصور، بده يورجيكوا اللي ركبهم، شكله دافع كتير عليهم للمخدات. إيش اللي على رقبتك يا ساهر؟ طيب رح أحكي لكم القصة بالتفصيل الممل، يلا خليني أحكي لكم شو صار. كنت بالدار عم بكبس شعراتي، وإذ وقع على رقبتي واحترقت، انشعطت هون وهون، كتير متضايقة، كتير معلمات، بس بيروح بيروحوا. المهم كنت عم بكبس شعري وقع المحليك هيك لهون، هيك واحترقت، احترقت احترقت، بس يلا مش مشكلة، حلوة حلوة حلوة، أنا حلوة. أنا حكيت لكم خلص بحب يعطينا ظهره ويمشي، هيك ماشي عند الباب، ماشي عند الحيط، المهم يعطينا ظهره، بده يورجي العملية كيف العملية هي نجحت، ركبت المخدات بنجاح. ساهر نحن كلنا عارفين من شو هاي العلامة، ما بدنا نقعد نكذب على بعض على أساس كنت بتسوي شعرك ومن هذا الكلام، كلنا عارفين، واضح كل إشي واضح. العلامة أتوقع من هذا الفوفو، هذا الفوفو بوي، شو هذا اللبس؟ هي أنا هلا انتبهت، شو هاللبس؟ شو هالجينز؟
شوفوا الفوفو هذا اللي معاه، هذا الفوفو اللي معاه اسرائيلي. انا مره دخلت حسابه زمان كان ساهر مصور معاه، يعني ساهر ترك كل شباب الدنيا كل العالم وارتبط مع واحد اسرائيلي. ما في اشي ضابط مع ساهر، كل اشي غلط، كله غلط، حتى اللي مرتبط معاه غلط، كله غلط بغلط. هو مو مصدق انه مرتبط ساهر، فمأكد لنا كمان بالكابشن تاعت الفيديو: انتوا مرتبطين مثلي او سناجل؟ خبروني بالتعليقات. كاتب هذا الكابشن عشان لو انت ما عرفت انه هو مرتبط لساهر تعرف من الكابشن. انتوا مرتبطين مثلي ولا سناجل؟ كمان فيديو ساهر عم يمشي وعطينا ظهره، بده يورجينا المخدات. شفنا المخدات يا ساهر، خلص والله شفناهم، مش ضروري. رجع رف كتير فرحان عليهم، كتير دافع شكله مبلغ وقدره، دافع كتير عليهم. ساهر ما حتصير أنثى، يعني حتى لو أنت سويت كل هاي الأشياء وغيرت بجسمك، بالآخر جيناتك جواك أنت مش أنثى، أنت ذكر، آخرتك ذكر. لما تموت وييجوا العلماء بعدين يشوفوا العظم تاعك حيعرفوا أنك ذكر، ما حيحكوا أوه هذا عمل عملية ركب مخدات، الكل عارف. فكل هاي الأشياء اللي قاعد بتسويها يا ساهر على الفاضي، كلنا عارفين إنك ذكر، إلا هذا الفوفو بوي اللي أنت مرتبط معه، هذاك الفوفو بوي الإسرائيلي مكيف عليك. وأخيرا في حدا عطاني وجه، مش مصدق هذاك الإسرائيلي. يا الله، أخيرا في حدا عطاني وجه، حتى لو إنه هو ذكر ومتحول لأنثى ما عندي أي مشكلة، المهم في حدا عطاني وجه. شاكيرا شاكيرا He needs some milk. لا عشان هيك انت منزل هداك الفيديو اللي بتحكي انك انت كتير مبسوط لانك طالع بهذا المنظر. انا كيف بدي اورجيكو هالمنظر؟ ما حقدر اورجيكم اياه، رح تتعقدوا، هتبطلوا تحضروني لو ورجعتكم هذا المنظر. انا ما حورجيكم المنظر هذا، مستحيل، عيوني جتها جلطة. شو هذا اللي شفته انا ساهر؟ لا هيك عن جد كتير بيقرف الوضع، انت عن جد ضعت ضعت ضيعان مش طبيعي. انت كل مالك قاعد بتتطور بشغلة الفوفو بويز، بس هلأ وصلت لمرحلة ضيعان مش طبيعية. وين بعدت كتير؟ بعدت ساهر، ارجع. لا استحوا البنات يعملوا هيك، الانثى استحت تسوي هيك. انا خلاص هوقف، ما هتعمق اكتر بساهر، بكفي لليوم، كتير شفت اشياء عن ساهر لهون وبس. خلينا نروح نشوف منشنات تانية، انا ما قادر. مرحبا صبايا وشباب، اليوم اعلننا بودرة اطفال، بودرة الجسم للصبايا. صبايا هاي البودرة للجسم تحطيها على جسمك، بذلك تحطي بودرة على جسمك بكون جسمك طري وناعم او حلو. لكل بنت مخلفة جديد البودرة اطفال، بذركي بتحطي بودرة لابنك تحطي له على جسمه وعاجره وعفخده، تخلي الحساسية بتروح عنه. انا مش قادر حتى احضر ابو مراد، مزاجي عن جد تعكر من اخر فيديو هاد لساهر. ساهر كيف انت هيك بتطلع بهالمنظر؟ انا ما قادر اتخطى، انا عن جد ما قادر اتخطى هذاك المنظر اللي شفته. لا تروحوا تبحثوا عن هذا المنظر، ما تروحوا تشوفوا، نصيحه مني انا بنصحكم قاعد، انا اكيد حغبش يعني على هذاك المنظر عشان ما بدي اياكم تشوفوا هيك شيء. خلينا نكمل الفيديو تاع ابو مراد، يمكن بالاخر اتخطى خلاص ينسيني ابو مراد. ابو مراد حاليا قاعد بيعمل اعلان عن بودره، خلينا نشوف الفيديو. اوكي هذا يا اخوان البودره الاطفال، بودره الجسم كتير اصلي وكتير بجنن، حقه 5 ليرات تاخذوا عندي بليرتين، حقه 4 ليرات تاخذوا عندي بليرة فقط. عن جد يا اخوان البودرة الاطفال البودرة الجسم كتير اصلي وكتير منيح، بنصح من كل الشباب لكل الصبايا استخدموا منه. عجبكم لايك ومتابعة وحركة اكتبروا الاعلان من احمد علون الشهي. اعلانك يا احمد فنان، لو انا مو شايف قبل شوي هداك الفيديو تاع ساهر كان عندي ردة فعل يعني احلى من هيك، بس هداك الفيديو الصراحة خلاني اتعقد، ما قادر هلأ أنا أعطيك ردة فعل. إجاني كمان جلطة بالعين، فوضع عن جد ما أعرف شو أحكي لكم، بس الإعلانات فنان. لو في شركات قاعدة بتحضرني لا تروحوا عنده تعلنوا عنده. أنا عارف هلأ الشركات لو شافت هذا الإعلان تاع أبو مراد ممكن يبطلوا بدهم يعلنوا عندي، يحكوا لا خلينا نروح عند أبو مراد أحسن، لأنه أبو مراد سبحان الله بيجذب الزباين ولا حدا بيشتري، خلاص بيجذبهم عشان ما يشتروا من عندك. ما شاء الله عليك يا أبو مراد، استمر بهاي الإعلانات الجميلة. سوري هاي يعطيك العافية. ليش عم بتصور؟ بس بدي أسألك سؤال، شفتك شفت السيارة؟ أنا شفت السيارة. طب بس بدي أسألك، بدي أعرف لمين السيارة؟ لا ما تطفل، صوروا ما تصوروا، ما انا جاي اسمع خلص، روح انت وياه بلا مشاكل، جاي خلص بكون بده افضح. ده واضح انه تمثيل، ما بعرف ليش الكل قاعد بيعمل زي كينج رولودكس. اللي بين كتير انه هذا المشهد تمثيل هو اللي اجى يفك بينكم، كان المفروض يهدى شوي، اهدى حبيبي
وضحت انه تمثيل، هيك انت كتير وضحت انه تمثيل. لو انت ما اجيت كنت صدقت، بس لانك انت اجيت كل اشي خرب. طلع هذا من فيديوهاتك، لا ترجع تدخله لانه خرب الفيديو، كل اشي وضح انه تمثيل. روش بقى روش بقى مين انت؟ خلص روح. مين انت؟ شبيه. انا شارب من بيروت بلينك، شوف فراري قدام البيروت واي بدي اصورها، شو المشكلة؟ ايه شو المشكلة؟ شايف فراري قبل؟ شايف فراري بس بدي اعرف مين صاحبها. انت شو؟ انه كل مره بشوف مصاري بدنا نعرف مين صار. اسال هون شو يا بعد صور. يلا اطلع من هون، يلا تحما كسر لك. طلعوا من برا. اول ما شفت الكينج رولدكس تاكدت بزياده انه تمثيل. كينج رولدكس هذا اللي جنبك قاعد بيحكي انت مش شايف فراري من قبل؟ طيب اه مش شايف فراري من قبل، مش كل الناس معاها فلوس زيكو. كينج رولدكس مو كل الناس معاها فلوس تشتري فيراري ورنج ومرسيدس، في ناس عقد حالها، في ناس ما معاها هاي المبالغ العالية عشان تضيعها على سيارات، في ناس بتدور أكل لأطفالها. كينج رولو ديكس صور صور شو عم يعملوا صور. الله معك حي صور. رح أرجع خلاص. يلا ازعبوا من هون. يلا الله. طيب يلا انا حفل كينج رولدكس. انت فللتني من هون. اوكي ما عم بحكي معك. عم بحكي مع كينج رولدكس. يلا انت فللتني من هون وانا رح ارجع وبتشوف شو حيصير. رح تدفع ثمنها غالي. ما فيك تعمل شيء. منشوف. لسا قاعد بفكر بفيديو ساهر. انا اسف عن جد ساهر زودها. ساهر كتير زودها. هذاك الفيديو ما قدر اتخطى. انا العيني بدها تعقيم صارت. ما عارف شو اسوي. شو اعمل؟ أرش تاع تحت باط على عيني؟ شو أسوي؟ شو أحط ديودرنت على عيني؟ شو أعمل بحالي أنا؟ كيف أتخطى هذا الفيديو؟ شو أسوي؟ هل أرش هذا على عيني؟ فيديو ساهر هذا خايف أحلم فيه أنا اليوم. فيديو ساهر شتت انتباهي عن كل شيء. ما قادر أنا هلأ أعطي ردة فعل. ضايقني هذا الفيديو، جرحني، كسرني. ساهر لا تعيدها، عن جد لا تعيد هذاك الفيديو، لا تسوي إشي زي هيك. بعرف إنك كتير مبسوط على العملية اللي سويتها، المخدات اللي ركبتهم ورا بأردافك، بس ما ضروري إحنا نشوف هذا الشيء. خليه بينك وبين نفسك. منيح إنك أنت مسوي لي بان، ما حدا بيقدر يمنشني على فيديوهاتك. الحمد لله إنك سويت لي بان. أنا الغلط علي، تعرفوا الغلط علي. أنا اللي دخلت على فيديوهات ساهر، أنا اللي تعمقت بفيديوهاته وحكيت خليني أشوف شو منزل. ليش هيك عملت؟ ليش سويت زي هيك يا مازن؟ خلاص كنت بتقدر أنت تكمل فيديو منشنات، تنبسط، تضحك بدون ما تشوف هذاك المنظر. أنا خلاص حوقف الفيديو لأنه عن جد ما قادر أعطي ردة فعل من بعد هذاك الفيديو. وبس هذا هو الفيديو لليوم. نشوفكم على خير. فمان الله.